ويبقى التضارب سيد الموقف في مشهد عبثي لا يحترم الناس وينظر إليهم على إنهم شوية طوب هيتنقلوا من حتة لحتة دون أي اعتبارات إنسانية، دون أي اعتبارات أخلاقية، دون اعتبار لأنه المكان ده أنا شقيت وتعبت وعشت فيه أبداً، ولا اعتبار حتى للملكيات الخاصة المحفوظة بالدستور. زي ما قال حتى بوسط الموقف المصري، تساءل عن فكرة إن أنت بتزيل ملكية خاصة للإنسان للمواطن بدون ما ترجع له. ده دي جريمة، دي مخالفة صريحة للدستور، يعني دي توديك في حتة تانية دي خالص، يعني ده جريمة تانية بقى، مخالفة الدستور دي وانتهاك الدستور المنتهك في أكتر من حاجة. بس ده يصعد الموضوع يخليه أبعد بكتير قوي من فكرة قرار إداري. ده يقولك إن الدستور بتاعنا متطبق ومحطوط في الدولاب، مش متطبق على أرض الواقع. الموقف المصري بيقولك إزالات مدينة نصر، فين احترام الملكية الخاصة؟ تخيل إنك تبقى قاعد في بيتك في حي مستقر من سنين طويلة جدا، فجأة لقيت حد بيكلمك ويقولك معلش احنا هنضطر نشيل جزء او كل الحي اللي انت ساكن فيه. هل ده كلام ممكن يتصدق؟ ده اللي حصل اليومين اللي فاتوا مع سكان الحي السادس في مدينه نصر، اللي متفاجئين جدا من اللي بيسمعوه. العمارات اللي بيتكلم عنها نائب المحافظ هم 125 عماره ومعروفه باسم عمارات التعاونيات، ودي قصاد المركز الطبي لنادي المقاولين العرب في طريق النصر. ودي كان بدايه الكلام اللي عشانه اجتمع نائب المحافظ باهالي العمارات دي. رئيسه حي غرب مدينه نصر ميرفت مطر قالت إن الحي السادس بأكمله هيتشال ضمن مخطط تطوير للمنطقة، والإزالات دي هتبدأ من قسم تاني مدينة نصر لحد محور جيهان السادات، وهيتم إنشاء أبراج سكنية جديدة زي ما بيحصل حاليا في أراضي مثلث ماسبيرو وحي بولاق اللي تم تعويض الناس وإخلاء المنطقة لإنشاء الأبراج دي، وعشان يتم تصميم محاور مرورية جديدة وحل أزمة التكدس المروري في المنطقة. يبقى كده أغراض وأهداف الإزالة بحسب التصريحات الرسمية اللي بتطلع متضاربة ومفيش شفافية في الأمر. في تضارب في مصير المنطقة اللي هيتم إزالتها. نائب المحافظ قال إنه هيتم إعادة بناء العمارات الـ 125 وأصحاب الشقق هيقعدوا في شقق مؤقتة ويرجعوا لها مرة تانية ويدفعوا الفرق. وبعدين ظهرت تصريحات تانية بتقول لأ، دي هتكون ضمن الـ 100,000 وحدة سكنية اللي هيتعملوا إسكان للشباب. خلاص، وبعدين 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 كذا رواية وكذا حاجة، وانت ما انتش عارف كمواطن، انت عمال بتلف حوالين نفسك. طب ايه يا اخوانا الموضوع سببه ايه؟ هيروح فين؟ هيجي منين؟ ايه القصة؟ للأسف الإزالات وتهجير الأهالي طالت كل حتة في مصر من أسوان لإسكندرية. شوف كده صرخة وشكوى سيدة من متضرري إزالة مساكن منطقة المكسة في اسكندرية. شوف الست طلعت قالت إيه، وبرضو المكسة قال إن إحنا بنطور، ما تعيطوش إحنا بنطور المنطقة. تعال شوف الست قالت إيه. بعدين إحنا ما طلبناش حاجة صعبة أوي، إحنا قلنا أنت بتاخد مني شقة على البحر، إديني في مقابلها شقة برضه على البحر، تاخد مني شقة في مكان معين، إديني في مكان في نفس مكاني في مكان زيه، إنما ما تاخدنيش من مكان ترميني في آخر الدنيا. أنت بتعاقبني، بتعاقبني على إيه يعني مثلا؟ بتطلعني من بيتي ومن دنيتي ومن حياتي مقابل إيه؟ إحنا تعبنا أوي 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 أوي، مفيش حاجة بقت مجدية خالص في البلد، كل حاجة في البلد بيطلع عن الروح وصعبة صعبة صعبة، مقابل إيه أنا مفروض مني إني أستحمل كل العذاب ده؟ ليه؟ نور غالي، مية غالية، غاز غالي، علاج غالي، مستشفيات بتعامل فيها أسوأ معاملة، مدارس مفيش مدرسين، كتب غالية، كل ده بمرتبات ضعيفة، أنا المفروض إني أستحمل كل ده إزاي؟ إزاي؟ فين الحكومة؟ إحنا في حكومة منعزلة خالص عنينا، حكومة ماشية في وادي وإحنا في وادي، ماشية بمبدأ اللي هما. على فكرة الموقف ده تقريبا بتفاصيله كده بحذافيره حصل برضو أيام عبد الناصر في الستينات. كان عبد الناصر بعد موجة التأميم وتأميم القناة وكده قرر إن هو عايز يأمم ممتلكات الأجانب، فقام جايب وزير الاقتصاد ساعتها كان اسمه الدكتور حسن عباس زكي. الموقف ده حصل وبيبين لك بس بسرعة كده هو هي الدنيا بتبقى ماشية ازاي من 70 سنة اللي فاتوا، مفيش جديد يعني. فقال له يا دكتور حسن أنا قررت إن أنا هأمم أي حد أجنبي عنده شركة بيت كشك أي حاجة هنأممها، إحنا بنأمم دلوقتي.
وتحيا مصر وبتاع. فقال له فندم ده القرار ده مش صح، لان انت لما تأمم كل الممتلكات كده ده لازم القرار مدروس ونشوف الجدوى الاقتصاديه وده ممكن يطفش المستثمرين. فقال له لا 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 احنا هنعمل تأميم، هنجيب دليل التليفونات. عمل كده فعلا اليلو بيجز ده، جاب دليل التليفونات كده ويقول له انت هتفتح دليل التليفونات اي اسم اجنبي هتلاقيه علم عليه واتصل بيه، ان شاء الله يكون فاتح كشك على اول الشارع، قول له خلاص الدوله خدت الاستثمار بتاعك. فقال له فندم غلط، ده انت كده ممكن نعمل حاجه احسن، ممكن نعمل مثلا ضرائب تصاعديه، ممكن نعمل حاجه لو في ازمه في الميزانيه. قال له طب بص انت هو يعني جمال عبد الناصر اقتنع، خلي بالك اقتنع من كلام حسن عباس زكي وقال له فعلا طب عندك حق، طب تعالى اعمل لي مشروع بموضوع الضرائب التصاعديه ده وتعالى قابلني في الاستراحه في اسكندريه مش عارف بعد بكره ولا حاجه كده. فالمهم الراجل فعلا قعد سهر يعمل مشروع قانون علشان ينقذ النظام من كارثه، حاجه طلعت طقت في دماغه فعايز ينقذه الراجل. فراح له في الاستراحه فما لقاهوش، قال له لا ده الريس عند حكيم، عند المشير عبد الحكيم عامر في استراحه جنبه برضه، وكانت الاستراحات هناك حلوه يعني. فقام رايح له فسال على الريس جمال عبد الناصر، ما لقاهوش، لقى المشير بيقابله. خد بالك بقى من اللقطه دي، هي بتلخص لك والله اللي بيحصل دلوقتي. قال له ايه ده يا حسن؟ ايه اللي انت بتقوله للريس ده؟ قال له ايه؟ قال له يا راجل ضرايب تصاعديه ايه ومشروع قانون ايه؟ مفيش كلام من ده، انت بتتكلم ازاي تعرض على الريس حاجه زي كده؟ قال له يا فندم ما هو ده هو اقتنع الريس. قال له لا لا خلاص الريس ما اقتنعش، انا قعدت معاه امبارح وفهمته واقنعته ان هو صح ان احنا هنأمن ممتلكات الاجانب. بهذه البساطه. وفعلا موضوع اتركن في الدرج وقام بتأميم ممتلئ، ولك ان تتخيل اللي حصل، الكوارث الاقتصاديه اللي حصلت جراء قرار جه بس نط كده في دماغ الزعيم. زي كده ما انت ممكن سيادته يبقى راكب الطياره وما عجبوش المنظر ده فقال لك يلا يا ابني طور شيل الحاجات دي واعمل اي حاجه. هي كده للاسف، هي كده. لو في حد بيتحاسب، لو في حد من الزعماء دول فاهم ان هم 4 سنين وهيمشي، عمره ما هيحلم وعمره ما هيحقق أحلامه على حساب الشعب.